هذا وأكد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة على ما تضمنته مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من الحرص على الاهتمام بالشباب وتمكينهم وإعطائهم الدورة في صناعة المستقبل وصناعة السلام. سمو الشيخ ناصر في مبادرته أو في الكلمة التي ألقاها أكد مثل هذه الأسس اللي أحب أنه يصلها لجميع شباب العالم، وهي معلومة يجب أن الكل يعرفها مثل ما تكلم فيها سمو الشيخ ناصر، وهي أيضا تعكس إشادة من قبل سمو الشيخ ناصر ومن قبل صلاح البحرين وجميع المشاركين بالدور الكبير اليوم تقوم بجمهورية مصر العربية. هذا التجمع وهذا المنتدى الدولي حقيقة يؤكد للعالم أجمع أن دولنا العربية وقادتنا حريصين على الاهتمام بالشباب، على تمكين الشباب، على إشراكهم في صناعة المستقبل، وأيضا حريصين على التعايش وإحلال السلام على مستوى العالم.